بكم برنامجنا هذا سميرس كيتشن، وأقدم لكم أحلى ولذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم وصفة أساور الست، طبعاً وصفة كلش طيبة ومميزة وسهلة التحضير كلش. There'll be a short recap in English by end of this episode for our recipe today, which is going to be baklava rounds. To purchase my cookbook, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ. A baking journey. You can email me to order directly from me schola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. هسه راح ابدي بتحضير. انا عندي رغيف البقلاوه، راح اخذ رغيف واحد من الجهه القصيره قدامي بالطول، وراح ادهن كل رغيف بالزبده المذاب. هنا أنا عندي عودة قطرها نصف إنش تقريبا، راح أخذ العودة هذه وألف عليها الرغيف، راح ألفها كلها وراح أترك تقريبا إنشنها بلا إنشين مسافة، هذه بلا ما لفها بس أشوفكم ليش. وبعدين راح نعقش الرغيف كله هذا، راح طلع من العودة ونجيب النهايات سوا، نشكلها على شكل دائرة، وهذا اللي تركناه ملفيناه على العودة، هذا رح يكون قاعدة حتى نخلي عليه الفستق. هذه رح ناخذها نخليها نصفها في الثانية، نستمر بلف بقية الأساور كلها بنفس الطريقة. حميت الفرن 325، راح نشوي أساور الست بالأوفن لمدة 25 إلى 27 دقيقة. لتحضير الشيرة هنا أنا عندي جدر صغير، تحضير المي والشكر، نص ملعقة كوب من عصير الليمون. خلينا الجدر على نار متوسطة، رح نحرك إلى أن يذوب السكر. غلينا الشيرة لمدة 4 دقائق، الشوفون ثخنت شوية. هسه رح نضيف ماء الزهر، تقدرون تضيفون ماء وردة يعجبكم، ورح نتركها حتى تغلي لمدة تقريبا دقيقة تلف، ونطفي النار ونتركها حتى تبرد تماما. أول ما طلعنا الأساور من الفرن رح نضيف عليها الشيرة الباردة. رح نتركها حتى تبرد لمدة 10 دقائق 15 دقيقة، وبعدين نبدي نحشيها. ولما بردت شوية الأساور هذه هسه راح نحضر الحشو. عندي فستق هنا حمصته شوية وكسرته شوية، مو كلش ناعم مثل ما تشوفون خشن. إلى راح أضيف شيرة اللي حضرناها وماء الزهر، وهي هي الحشوة مالتنا، سهلة كلش، مواد كلش قليلة بس رح تكون كلش طيبة. رح نبدي نحشي الأساور، نضيف كميات تقريبا ملعقة ملعقة ونص من الحشو.
هاي كانت وصفتنا اليوم. وصفتنا اليوم سويت لكم أساور الست، وصفة سهلة كلش، اقتصادية وكلش، بمواد قليلة كلش. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Thank you for today's episode. In today's episode, I made baklava rounds. First of all, I prepared the syrup. I placed the water into saucepan. I added the sugar and placed it over medium heat. Mix until sugar is dissolved. Brought mixture into a boil, added lemon juice, simmer for 2 to 3 minutes until it formed into a syrup. Then I added the orange blossom water, simmer for 1 more minute and set aside to cool completely. To prepare the round, I placed 1 phyllo sheet on the work surface, brush with melted butter. I placed a stick 1/2 inch in diameter on phyllo sheet, rolled down leaving 1 to 1.5 inch free, brought ends together to crumble, and then take out the stick and bring both ends together to form a circle with a base to place filling on it. Bake 325 Fahrenheit for 25 to 27 minutes until golden. Then I added the cold syrup as soon as it came out of the oven. To prepare the filling, I placed the coarsely ground pistachio into a bowl. I added the syrup and orange blossom water and mixed well. Placed the pistachio filling on each one and served.